كنت دائما أسأل لماذا الله أحيانا لا يستجيب لصلواتنا؟ هل لأننا خطاة لا نستحق؟ أم لأن ما نطلبه يعارض مشيئته لحياتنا؟ أم أن صلاتنا ليست كافية؟ أو أن الرب مشغول جدا عنا؟ حتى أيقنت من خلال ظرف صعب طرأ على عائلتي وبإلهام من الروح القدس كشفه لي في عدة تجارب ومواقف أن الخلل كان في طريقة صلاتي وطلبتي، فكانت كل مرة تنقصني الثقة. الثقة هي الإيمان المطلق بقوة الرب وبأنه قادر على كل شيء، ذاك الإله الذي خلقنا بمحبته وأبدع في صنع السماوات والأرض. فلم يقل الرب عبثا: كل ما تطلبونه في الصلاة باسم مؤمنين تنالونه. كل المعجزات التي تمت على يده حصلت لأن المقابل آمن بأن المسيح قادر على صنع تلك المعجزة، مثل المرأة التي لمست هدب ثوبه فقط فشفيت. الصلاة دون ثقة هي كالورود من دون عطر. الثقة بمحبة الله رغم ضعفاتنا المتكررة وسقطاتنا المستمرة التي تضع حاجزا دوما بيننا وبينه. كل مرة نتوعد بأننا سننظف ذواتنا وثم سنأتي إليه، والذي يحصل بأننا نتوه أكثر فأكثر في دوامات صراعاتنا الداخلية. الرب يريدنا أن نأتي إليه كما نحن، وأن نعترف بأنه قادر أن يغيرنا. إن كانت خطاياكم كالقرمز فإنها تبيض كالثلج. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إن تحلينا بالثقة والإيمان فإن إيماننا به قادر أن يزحزح الجبال ويصنع المعجزات. يجب أن نعلم أننا تحت حماية أب حنون للغاية، ولكن عادل في نفس الوقت يريدنا أن نطلب ملكوته وبره، وكل ما هو بعد ذلك سيكون لنا ويزاد أيها السامعون. لذلك لا تنسى وأنت تصلي أن تثق وتؤمن أن طلبتك مسموعة وصلاتك قد وصلت. هو فقط ينتظر الوقت المناسب. وتذكر أيضا أنه يريدك ابنا بارا لا ضالا. آمين.